بالنسبه للناس اللي عندهم كوفيد مصابين بالكوفيد كاين بزاف ديال الحالات. كاين الناس اللي غير ايسون تيستي بوزيتيف يعني ما عندهمش اعراض خيبه ديال المرض ولا شي حاجه ولكن في لي ريزولطا ايسون بوزيتيف خاصهم ياخذوا الدواء ديالهم ويقدروا يصوموا عادي. ما عندناش شي عيا شي فاتيك اللي غادي تضطر ان الانسان يفرق الصيام ديالو باش يتبع الدواء ديالو. كاين بعض الحالات ديال الكوفيد اللي كيكونوا الحاله ديالهم شويه صعيبه دونك اي سون اوبليجي انهم يفطروا باش ياخذوا التريتمون مزيان ويتبعوا الحاله ديالهم الصحيه ويشربوا الماء مزيان وياكلوا مزيان. خاص يعرفوا الناس باللي مرضى كوفيد كيحتاجوا الماء بزاف وحتى التغذيه خاصها تكون صحيه. كل ما كلينا مزيان كل ما كطلع المناعه كل ما كنقدروا نقاوموا داك الفيروس ملي كيكون عندنا في الذات ديالنا. الناس اللي عندهم مشكل ديال التنفس بعدا اول حاجه خصهم يمشيو ويشوفوا بعدا التنفس فين واصل. خصنا نعبروا سكون ابل النسبه ديال الاكسجين في الدم سميتها لا ساتوراسيون. اذا كانت عندي اون ساتوراسيون من 95 الفوق 95 96 97 هذه سي اون ساتوراسيون توليرابل بالنسبه للناس اللي فيهم كوفيد. كانت عندنا ناقصه ان 94 93 لتحت ديك الساعه يفو غوفور لو ميدسان تريتون. وفي غالب الاحيان هذوك الناس كيكونوا عيانين بزاف وجسم ديالهم عيان يعني كيخصهم ضروري ياكلوا وكيخصهم دو لوكسيجين واسوسي او تريتمون ديال الكوفيد اللي عندهم. علميا ودينيا ثبتوا بلي التلقيح ما عنده حتى شي مشكل ما كيفطرش يعني اي انسان مشى يدير التلقيح يقدر يكمل الصيام ديالو نهار الصيام عادي يعني التلقيح في حد ذاته لا يفطر. غير هو الناس اللي داروا تلقيح وحسوا براسهم عيانين سخفوا جاتهم الدوخة حسوا بالسخانة طلعتهم ولا جاتهم تبوريشة هاد الناس ملزمين على انهم يفرقوا الصيام ديالهم وياخذوا الدواء ديالهم. بيان سور خصهم يشوفوا الطبيب المعالج ديالهم باش هو اللي غادي يعطيهم الارشادات الصحيحة. ماشي مشكل يقدروا يدوزوا النهار ديالهم بالصيام عادي ماشي مشكل.